لا كتير قوي في بدايه حياته اول ما ابتدى يشتغل طبعا. يعني الفتره اللي هم كانوا فيها طبعا كان في طبعا اساتذه كبار في وقت في الوقت دوت. يعني مثلا كان الاستاذ احمد عدويه ربنا يديله الصحه، وكان طبعا كان في طبعا الاستاذ محمد رشدي، وكان في الاستاذ العزبي، وكان في استاذ شفيق جلال الله يرحمه، يعني رحمه الله عليهم جميعا. كان اساتذه كبار وكل واحد ليه مدرسته في الغنى الشعبي، فان انت تخش تعمل لون او تعمل مدرسه معينه ده كان من الصعب جدا. والله بص اقول لك على حاجه، هو جت بقى انت عارف بقى الفتره بتاعت الهوجه بتاعت في هو جت لون معين من الاغاني، فهو بقى ابتدى قال لك انا مش عارف مش قادر. هو كان في الفتره دي كان عمال بيختار، يعني بيختار بعض الاغاني. هو برضو شغله الشاغل اللي هو عمال بيعمل الالبوم بتاعه وعمال بيختار الاغاني بتاعته كده. لا كان هيفرق كتير جدا. هو يعني هو حاجة يعني هي دي معروفة في الدنيا كلها، ظهرك اتكسر. هقول لحضرتك على حاجة، أنا يعني أنا بحب اللون ده ومن صغري بسمعه فحبه جدا، وربنا بيدي لكل واحد حاجة يبقى مميز بيها. يعني مثلا هاني بيغني شعبي، ممكن تلاقي محمد عدوية بيغني لون غير يعني مش اللون الشعبي. في مثلا حماقي بيغني لون، في مثلا ناس كتير او كل واحد بيغني اللون التاني. يعني تامر حسني بيغني لون، فما تيجي يعني لما تيجي تحاول مثلا تجيب مثلا تيجي تقول لي غني مثلا حاجه عاطفيه قوي شويه مثلا، فمش مش هتقتنع، مش هقدر اقنعك بيها زي ما اسمعها من تامر حسني او حماقي. بص هو اي اب في العالم ما بيحبش ولاده يتعبوا او يشوفوا التعب اللي هو شافه، او يشوفوا المشقه اللي هو شاف التعب والقرف والحاجات دي كلها. فكل اب بيحب ولاده يبقوا احسن منه، فهو كان رافض دوت عشان خاطر من التعب. بس لما لقى ان انا حابب الموضوع قوي وعايز اعمل ده، فخلاص بقى امر واقع. فقال لك خلاص، يعني هو فضل رافض فتره كبيره فتره كبيره فتره كبيره، لغايه ما جينا في يوم كده عملنا، كان يوم عيد ميلاده عملناه في البيت عندنا، وكان صحاب موجودين والفرقه الموسيقيه موجوده وبتاع. وفي اليوم ده انا غنيت قدام الناس كلها بقى، كنت اول مره اغني بفرقه بقى والكلام ده كله، وكان وغنيت ساعتها كتاب حياتي عين. فخلاص بقى الناس بقى كلها بصت له قالت له قضي الامر. يعني انت يعني هو في يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير، اتعلمت منه حاجات كتير في الحياه العمليه وفي الحياه الانسانيه وفي كل حاجه. يعني كنت اشوفه مثلا بيتعامل ازاي مع الناس، بيتعامل ازاي مع الصغير قبل الكبير، اتعلمت منه ده. اتعلمت منه الحنيه، الحنيه. لا هو يعني بالنسبه لي مفيش حد حنين زيه في العالم. كل اغاني المواويل كلها بحبها، وكتاب حياتي طبعا دي اول اغنيه انا غنيتها ده من الناس اول اغنيه. والله بص اقول لك على حاجه، انا ابويا كان معودني على حاجه، كان هو قال لي بص لو انا جبت لك حاجه بالسهل هتروح منها بالسهل مش هتزعل عليها، لكن لما تشقى وتتعب علشان توصل للحاجه دي هتخاف عليها وتفضل ماسكها قوي وخايف ليها تقع من ايدك، فهتحب تكبرها او تعليها عشان ما تقعش منك. اتعب اتعب علشان لما تنجح تحس بالنجاح تبقى خايف عليه. اعتمد على نفسك. الحاجه الوحيده اللي عملناها سوا كان الدوتو بتاع صياد. والله بص اقول لك على حاجه، طبعا هي زياره المقابر دي شيء محبب، انا بروح ازور مثلا في اي وقت، ممكن بالليل في اي وقت ببقى عايز اتكلم معاه شويه. بص هو كله تمام، بس انت هتحط نفسك وجه مقارنه. ما هو اكم كتير قوي غنوا للمطربين كبار، بس برجع في الاخر اقول لك بسمع الاصل. يعني انا كتاب حياتي هاني غناها وغيري هيغنيها وغيري هيغنيها وغيري هيغنيها، بس لما بسمعها من حسن الاسمر ده موضوع تاني.
ليها احساس تاني، ليها طعم تاني، كل واحد بيقدر يحط فيها روحه. بحلم وانا صاحي يرجع حبيبي يشاركني افراحي يمسح دموع عيني يا قلبي فين خليه يرحم عذاب زولي يابا فين خلي يرحم عذاب زولي يا صرختي علي علي مشتاق لنور عيني مشتاق لنور عيني يابا يا نور عيني. يعني هي عايز اقول له ان انت وحشتني بس.